من صفات المسيحي انه هو ابن الله. اذا بدك تكون انت مسيحي وابن الله، اقل شيء بتعمله انك تمسك لسانك على كل شخص بيفتري عليك او بيشهر فيك او بيطعمك بظهرك او بياكل بالصحن وبيكب فيه او بقول عليك كل كلام سوء. بدي اقول لك ما ترد الشر بالشر، وما ترد الشتيمة بالشتيمة. ليش؟ تكون عن بالحقيقة ابن الله الذي بالسماوات.